ألف مبروك يا بيه. يا بيه ازيك؟ يا بيه ازيك؟ ازيك يا استاذ ابراهيم؟ عامل ايه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ ماشي يا عم، عريس الدوري السنة دي. ألف ألف مليون مبروك حبيبي يا استاذ ابراهيم. ازيك انت وازيك كابتن عدلي؟ الله يبارك فيك، مبروك علينا كلنا الحمد لله. والله والله يا سيد كابتن سيد، كل ما كان النادي يقترب كنت أقول الراجل ده لم يفقد إيمانه بفرقته ولا فرصته في الدوري العام، وابتدى الموضوع وانت بتقوله ان يلقى التهكم، وبعدين يلقى القلق، وبعدين يلقى الذعر، وبعدين الامر الواقع. فانت فوتت الناس في كل المراحل دي. ايه يا اخي انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ 41 مليون مبروك يا كابتن سيد. الحمد لله طبعا، الحمد لله طبعا. يعني كل المنظومه كلها، جمهور خد بالك قبلينا وقبل اي حد، جمهور كان، وانت حتى متاخر بست نقاط، وست نقاط والعدد الماتشات بيقل، كان بيغني في بيتر سبورت او في برج العرب او في اي مكان بنروحه، كان بيغني بيقول كده كده الدوري في الجزيره. يعني انت بتتكلم على ثقه الجمهور كمان، انت متاخر صحيح بست نقاط. صحيح، هو ثقه الجمهور لما شاف مدى ثقه الفريق في نفسه والاداره في نفسها وحجم الجهد المبذول لترميم كل الاخطاء والاخذ بالاسباب، وربنا كرم. الحمد لله طبعا. يعني انت بتقول كلام مهم جدا من 3 4 دقائق يا كابتن عدلي. انت في الاول والاخر بتدير منظومه، في كواليس المنظومه وفي حاجات صغيره ممكن تبقى موجوده في المنظومه قد ما لا يعلمها الجميع. احنا بنطمن على طارق سليمان اهو، ومحمد بيجهز للمباراه الجايه اهو، ويوسف بيجهز في الجيم. كمل معلش يا كابتن. اللي اقصده دايما ان بيبقى في حاجات بتتحضر مش بالضروره كل الناس تبقى عارفاها. يعني إدارة النادي من شهر واحد لحد دلوقتي ما دخلتش على الفريق بأي تدعيمات خالص، بالعكس كانت تدعيمات قوية جدا جدا أثرت معانا طبعا بالإيجاب. كان عندنا عدد من اللعيبة المصابة برضه يعتبروا أكنهم تدعيمات، فاكتمل الفريق في ظروف كانت صعبة في البداية، تعرضنا لمجموعة من الإصابات اللا مقبولة واللا معقولة وغير منطقية في وقت قليل جدا جدا، مع ضغطة مباريات كانت نتيجتها إن أنت افتقدت عدد كبير من النقاط. لك ان تتخيل ان في اول 14 اسبوع الاهلي فاقد 15 نقطه. يعني في اول 14 اسبوع احنا كان حصيلتنا من النقاط 27 نقطه. 27 نقطه فقط. الحين ان انت في ال 20 اسبوع اللي بعديهم او اول 13 اسبوع، في ال 20 اسبوع اللي بعد كده افتقدنا حوالي 10 نقاط او 7 نقاط. انت بتتكلم في عدد قليل جدا من النقاط الصناعيه في الاخر يعني. أيوة. الحمد لله طبعا على كل شيء. ده عمل جماعي بشكل كبير جدا. عمل إدارة نادي، عمل جهاز فني، عمل لعيبة، جمهور ورا فرقته في كل مكان في أصعب الظروف. يعني أنا عمري ما هنسى لقطة صن داونز أبدا أبدا وأنت خارج، لا هنساها من الجمهور ولا هنساها من اللعيبة. يعني اللعيبة الكبيرة بالذات بعد ما انتهى اللقاء ثانية واحدة اللعيبة جمعت نفسها في نص الملعب، لو تتذكروا أو عندنا اللقطة وعندنا حقوق اللقطة ديت، يعني اللعيبة كلها قالت الرد بتاعنا والحاجة اللي ممكن نتعوض ده هو الدوري العام. الحمد لله طبعا بطوله غاليه جدا جدا على الجميع، والحمد لله طبعا ان احنا خدناها احنا الاحق بيها، والحمد لله رب العالمين. يمكن فرحنا كتير جدا امبارح وفرحنا كتير جدا النهارده، لكن هو ده الاهلي خلاص. يعني بكره ان شاء الله الرحمن هتقفل على نفسنا او هنقفل على نفسنا جدا، لان عندنا مباراه برضه مهمه جدا مع فرقه الزمالك، فرقه محترمه وكيان كبير بالتاكيد، وطبعا المباراه رقميا مش هتقدم ولا تاخر في الجدول، لكن في النهايه تبقى مباراه الاهلي والزمالك يا مباراه. لا هتهم الفرقتين طبعا وجماهيرهم. طبعا. يعني انا ده السؤال اللي كنت عايز اساله لك. يعني انتوا خلاص كده هتعيشوا اجواء المباراه القادمه يوم الاحد باذن الله وتبتدي تسترجع استعدادك وتركيزك. خلاص يعني كاميرات القناه من بكره الصبح ممنوع تاخد اي لقطه في الاوتيل، خلاص انتهى الامر على كده، خلاص الموضوع في حاله التركيز بقى ال 48 ساعه اللي جايين. يعني مهم جدا ان الاحساس ده يوصل لينا وللناس. يعني زي ما قلت لك هي مباراه لا ناقه لها ولا جمل في حسابات الدوري، لكن طبعا لها حسابات خاصه يهمنا كمان ان احنا نفرح جمهورنا بيها باذن الله. كنت بتتلقى الاتهامات بشكل شخصي انت والفريق وبهدف تشتيت الفريق؟ يعني الاسبوع الماضي ده الثلاث اربع ايام اللي قبل ماتش المقاولين عجبني جدا ان ما شفتش تصريحات منكم كتير في هذا الشأن، لان انا كنت متوقع ان دي خطه لتشتيت الفريق والنادي الاهلي
التفويت ومش التفويت، تم تقول له اهو انت، ما انت عندك ماتش انت كمان. والحقيقه التعامل كان تعامل محترف قوي، سواء من اعلام الاهلي او منكم، فبدون اتفاق. يعني الحقيقه علمتني حاجات كثيره يا كابتن عادل، منها على سبيل المثال مثلا لما يبقى في موضع اختلاف في الشغل يعني، او في المنافسه، مش عيله احنا ولا بيت واحد، ولا يعني في بيننا وبين بعض عشر، فهقفل عليا الباب واقعد استعيد الذكريات اللي بيني وبينك وازاي تعمل كده. انت بتتكلم في نطاق الشغل. فالحقيقه علمتني ان ما بيحصل في خلاف في الشغل ولا حاجه، مهم جدا جدا ان اللي يحدد امتى يختلف ويحدد امتى يرجع انت اللي تختار معاركة. صحيح طبعا. وتوقيتها، التوقيت بتاعها ده مهم جدا. ما يبقاش انت مثلا يعني مستقر وحياتك كويسه وعندك دوافع كويسه وعندك هدف كبير قوي وتخش معركه، ايه الذكاء ده؟ انت بتدمر نفسك. تمام. فده مهم جدا ان انت عندك المرحله اللي انت فيها مرحله هدوء ولا لا. يعني في اوقات كتير جدا، مش معنى كده ان انت بتاجل المواجهه، مش بقول كده، لكن في مهم قوي ان انت تبقى عارف ايه الهدف من اللي بيحصل حواليك. لو قدرت تقيمه صح، اعتقد اختيارك وتفكيرك لازم هيبقى مظبوط. طيب كابتن سيد، تصريحك التاريخي في مارس وانت بتقول انا ما يهمنيش مين، او في نوفمبر، مين اللي هياخد الدوري في نوفمبر ولا في يناير، كان 28 نوفمبر، يهمك مين اللي هياخد الدوري والاهلي هو اللي هياخد الدوري في نهايه الموسم. الى اي مدى انت كنت بتستهدف معنويات الفرقه، ولا كان فعلا مستحضر شخصيه الاهلي بشكل قوي؟ بص، المرحله دي كانت هي الاصعب بالتاكيد. مرحله كان فيها عدد اصابات كتير قوي، كان فيها تلاحم مباريات كبير جدا في وقت قليل، كان عندك عدد لعيبه قليل في العدد، لان يعني الاصابات كانت وصلت لحوالي 17. كان مهم جدا تستنفر يعني نوع اخر من الفنيات، او نوع اخر من غير الفنيات، هي حته الروح والعزيمه والامل والهدف. يعني انا فاكر كويس قوي مباراه بتروجيت، مباراه بتروجيت كانت يوم 1/12، ودي كانت من اهم المحطات، مش عايز اقول اصعب المحطات. كنت هسالك عن اهم محطه، فكويس ان هي بتروجيت 1/12. طبعا، لان انت كانت بعد مباراه المقاولين، مباراه المقاولين كانت يوم 28 نوفمبر بالظبط، مباراه المقاولين كانت يوم 28 نوفمبر، مباراه بتروجيت، وبتروجيت كان ساعتها يعني من كان ماشي كويس، من الفرق اللي عامله نتائج حلوه قوي مع الفرق الكبيره، كانت متعادله مع بيراميدز 3-3، كانت متعادله مع الزمالك 0-0، كانت متعادله مع الاسماعيلي في الاسماعيليه، وكانت هي الاقرب للفوز، فعامله نتائج كويس قوي، وانت رايح تلعبها في السويس، وخسران من قبلها بثلاث ايام او اربع ايام من المقاولين العرب، واي خساره بعد كده في النقاط هتعمل روح وحشه، يعني روح مش لطيفه اثناء الفرقه، مع عدد الاصابات، مع عدد القليل في اللعيبه، فهتخش في اجواء صعبه قوي. وعبل ما يجي لك التدعيم اللي في يناير، لسه قدامك شهر، هتخوض حوالي 7-8 مباريات، فكان لازم تستنفر بعض الحاجات اللي ممكن يبقى ليها، اللي فيها روح، فيها اصرار، فيها عزيمه، فيها رجوله، فيها حاجات كتيره قوي، مش مساله فنيات بس، يعني فيها بتطلع اكبر حاجه ممكنه عشان تطلع بالمرحله دي باقل الخسائر. بدل ما الفارق يبقى حوالي 10-12 نقطه، لا، يبقى الفارق 4 نقاط 5 نقاط، تقدر تلم الدنيا، ما توسعش الفارق يعني. فدي كانت محطة مهمة جدا، اشتغلنا على الحتة النفسية والروح القتالية. الحمد لله اللعيبة كان عندها اصرار رهيب قوي، ابتداء من يناير، التدعيم اللي حصل من مجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب، كل المراكز اللي احنا كنا محتاجينها، وكل الطلبات والأسماء اللي احنا طلبناها جت كلها، مفيش حاجة اتأخرت فيها خالص. بدأت كمان يعني شخصية الناس اللي جاية كمان مع شخصية الناس القديمة، تبص في عينيهم تحس إن أنت خدت نفسك خلاص. ربنا هيديك في اي وقت، لكن مهم قوي ان انت لما تجي لك هديه ما ترفضهاش ابدا. واحنا ناس يعني بنقبل كل الهدايا الحمد لله رب العالمين يعني. لكن مهم طبعا، خلي بالك انت جبت صفقات كتير السنه دي، وخصوصا في يناير، فالبطوله دي في وجهه نظري كانت هامه جدا عشان يبتدي هؤلاء النجوم يستمتعوا باحساس البطوله، يبتدوا مشوار حياتهم مع النادي الاهلي وهم محققين هذه البطوله. انت البطوله كبرتنا. بص يا كابتن عادل، البطوله كبرتنا حتى في السن، يعني انت لو عايز والله يعني سنه كامله في التعامل كمان مع المباريات، اعتقد انها في كل انواع الخبره، يعني انت تبقى متاخر وتلحق بالرهان، ان انت تبقى راجل فيه صراعات جانبيه وتلحق بالموضوع وتنتصر،
في تحديات شخصية، والحمد لله ربنا تفرض سيطرتك وكلمتك. الفوز في اللحظات الأخيرة طبعا كل حاجة فيها مريت بيها. النظرة اللي بتشوفها، النظرة اللي بتشوفها في عينين اللعيبة في خلال التمرين ولا حاجة، نظرة في منتهى الحماس والجدية والعزيمة، الثقة اللي موجودة في اللعيبة، اللعب لحد آخر دقيقة، يعني منتظر بس اللحظة اللي انت هتنقض فيها على الصدارة. يعني بمجرد ما الزمالك تعادل مع الجيش، ودي كانت من المباريات المهمة قوي، إلا لم تكون الذاكرة 4 مارس، إلا لم تكون الذاكرة ممكن، مش عارف يعني 4 مارس ولا كان بالضبط، كانت مباراة الزمالك مع طلائع الجيش، في اللحظة دي خلاص الأمل، مش الأمل، اليقين، رغم إن الفرق بقى حوالي 4 نقاط، اليقين تأكد عندنا خلاص كلنا، كلنا إن الموضوع مسافة وإن الوقت بقى قصير، مش معنى كده إن أنت تتذكر كده على طول، هي خبرة. يعني هلال الدوري بالنسبة لكم ظهر في مباراة الزمالك والجيش. خلاص انت بتحس خلاص، انت خلاص بقى بدات يعني تدبدب وراء المنافس بتاعك بشكل كبير قوي، وان الامر خلاص مساله وقت، لكن مش معنى كده، مش معنى كده ان انت زي ما بنقول فرحه كبيره وكل حاجه، لكن برضو الموسم ده درس لازم نتعلم منه بشكل كبير جدا، نستفيد منه بشكل كبير جدا في اللي جاي. يعني مهم جدا ان انت تبقى تطلع وتبني عليه، وما تحطش نفسك في الموقف ده كتير بقى، مش كل مره هتنفع الامور كده. بالظبط كده، بالظبط كده، تبني عليه. الموسم ده يعني موسم طبعا صعب وكل حاجه، وحقنا نفرح وكل شيء، لكن مهم جدا ان انت يبقى الامور كلها ان شاء الرحمن في اطارها الصحيح من البدايه للنهايه باذن الله. كابتن سيد، شوف احنا بقى، لان انت بتقول نقفل صفحه ونفتح صفحه، طبعا اخبار بقى الاصابات ايه؟ عندنا كم اصابه وموقفهم ايه؟ اصاباتنا الحمد لله يعني محدوده جدا ومحصوره. محمد محمود الحمد لله يعني برنامج اكتر ممتاز الحمد لله. مساله الوقت الزمني اللي بيرجع فيه من الاصابه يعني. سعد سمير في خلال الاسبوعين اللي جايين ان شاء الله الرحمن على اعلى حاجه ان شاء الله من 15 ل 20 8 هيكون موجود مع الفرقه. كريم ندفد هيطول سنه. شريف اكرامي الحمد لله برضه في المراحل الاخيره من الامور التاهيليه. كل ده كويس، دي عوامل ايجابيه الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله، لكن محمد محمود اوكي. محمد محمود انت عارف الرباط الصليبي بياخد هو يعني لازم ياخده طبعا الوقت طبعا، لانه هو الحقيقه من الحاجات الحلوه اللي يعني باذن الله طبعا ما فيش كلام على لا مكافئات ولا صفقات الا بعد ماتش الزمالك. لا يعني موضوع المكافئات والكلام ده بالعكس، ده موسم يستحق فيه كل لعيبه الاهلي كل كده الحقيقه. طبعا تمام طبعا احنا كمان عندنا في حاجات معنويه كبيره جدا، فرحه الناس تكفي لما بتشوفها في العيون او بتشوفها كمان من خلال الكلمات والكلام ده. الموسم ده كان زي ما قلت لك التحديات كلها، حتى على المستوى الجماهيري، على المستوى الشخصي، على المستوى الاداري، على المستوى الاعلامي، كان في تحديات كتير قوي، تصريحات هنا وهنا ورهان هنا وهنا، امور ممكن تبقى مستفزه هنا وهنا، لكن في النهايه طبعا انت بتقدر الناس كلها. انا لا اقصد يعني ان دي جايه من غلاوه الدوري، يعني في مكافآت ترقى للمستوى الاستثنائي بتاع الموسم، واحنا كمان هنعمل حاجه على مستوى الفريق. لازم الناس تبقى عارفاها كويس، او اللعيبه واسرها يبقى عارفينها كويس قوي. من لعيب بس مش هو اللي بيبقى مفيد، اسرته كمان هي بتبقى اداه مساعده لينا يعني. فمهم جدا ان هيبقى في يوم احتفاليه باللعيبه باسرهم باولادهم بزوجاتهم، ايوه يشعروا ان هم مساهمين معانا في هذا طبعاً. النجاح طبعا طبعا، وده مهم جدا يعني، مهم جدا. وانا جاي واحد بيوصيني على كولوبالي، بيقول ما تنسوش الراجل ده، وده كمان والله موقفه كان ممتاز قوي. لو انت برضو تتذكر ده لعب معانا مباراه، وكانت مباراه سموحه يوم 8 يناير، ولعب مع مباراه فيتا كلاب يوم 12 يناير، اداهم بشكل كويس قوي، ولما اتكلمت معاه كان مستجيب جدا. حتى احنا كمان يعني واحنا بنتعامل معاه تعاملنا معاه بمنتهى الاحترافيه والاحتراميه في نفس الوقت يعني. فواحد من الناس برضو اللي ليها دور بالتاكيد، كل الناس الصغير والكبير، واللي لعب وقت اقل واللي لعب وقت اكثر، ده وضع طبيعي. لما بنفرح كلنا، وكل واحد ساهم، اللي ساهم باداء، واللي ساهم بمعنويات، واللي ساهم بتشجيع، واللي ساهم بمؤازره، واللي ساهم باخلاص، كل دي تضحيات خلال الموسم اللي فات يستحق عليها كل الشكر والتقدير الصراحه. هتنشغل برضه بالقائمه الافريقيه في الساعات القليله اللي جايه مش كده؟
بالتأكيد القيمة المحلية والقيمة الأفريقية، لكن خلينا تركيزنا كله ينصب على مباراة الزمالك يوم الأحد اللي جاي إن شاء الله الرحمن. عايزين نختمها بشكل كويس قوي، نستفاد منها بشكل كويس قوي إن شاء الله الرحمن، وبعد كده عندنا 3 أيام. صحيح هي مش فترة طويلة يعني، لكن إن شاء الله تبقى كافية. حد يرجع أو حد يغيب في القمة؟ لا، محدش اللي يرجع ولا يغيب، غير محدش يغيب الحمد لله. ياسر إبراهيم يرجع يعني مش كده؟ غير المصابة، لكن ياسر إبراهيم بعد الإيقاف في 3 إصدارات يرجع إن شاء الله الرحمن. إن شاء الله. ألف مبروك يا بيه. ألف مبروك يا بيه. تحياتنا للفريق، بلغهم تحياتنا. ده دوري لذيذ يعني. كابتن عدلي، كابتن عدلي دلوقتي، كابتن عدلي أنا حاجة على الهواء، هو أنا هفضل أعزمك لحد إمتى يا كابتن عدلي؟ هتفضل إيه؟ تعزمني؟ ما هو أنت بتعزمني على الهواء. يا ريتك. قال له مخصوم لك 3 أيام، قال له مخصوم لك 5 أيام، قال له مخصوم لك شهر. يلا يا عم وقت حاجة. أنت هتدفع ولا تخصم؟ ألف مبروك يا كابتن سيد. تحياتنا للجميع، وإن شاء الله تنتهي من لقاء القمة ويكون ليك لقاء معنا هنا، ضروري إن احنا نشوفك في الاستوديو كمان. طبعا بإذن الله. شكرا. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة وعريس الدوري في اللقب 41.